كيف صدك وهجرانك ودعتك الله وتلقى واحد ثاني أتعبت الأعيان. إيش يقول فيها؟ أتعبت الأعيان والأقدامي من شانك وانت ولا شيء سويته على شاني. ما جيت أدورك ولا دق بيبانك ولا ترجاك مثل فلاني وفلاني. أنت الذي جيتني وأعلنت بلسانك أنك على شوفتي جاي عطشة. يا سلام. أصواتنا ما هي بزينة لكن هي ضر الرجال اللي غني. لا 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 ما الأصوات ما هي بزينة بس لازم لا بد. نعم. لا بعدين مرحبا الله يحيي قلمي. لا انت نفدره سلمت الوحده بس ما ادري مين هي. فهمت علي؟ لا الله لا يهينك. الله لا يهينك نفدره. اي كان خليته ولا عدنية. سم كان شفت سعيد تكفى اعطيته سعيد. هذا اخو محمد خله عندك حطه في مخبك. هذا ليل كذا بطلع حطها ثلاث قلام خليك مثل الشيبان اللي ست مرزا ست برازيل بالغرب عيون قطط في جيبي. حطها في مخباك لين تعين راعي. هذا ما ادري من راعي. قول لي صندوق امانات يا امير. صندوق امانات الله لا يهينك. يا اخي انا اتمنى اذا الاعداد يسمع ما تقيم يلي اذنت الا لين يعطونك داصه حق الاشاره حق الصوت اشاره انك تقيم. يا اخي في باقي شنو عندنا ما ادري هل هم يتنافسون. لا ابو سعيد لك تسلم ومن يسمع. اما صلاه الفجر فوالله العظيم من حما اقمنا لا قدرنا صلاه رقد. انا قريت قران يوم خلصت الصوره طاح حسيت اني بيطيح القران واقوم. بس اول شيء وثاني شيء الظهر الشيبان مستعجلين واذنوا هم اللي قاموا ما غير ينتظرون والله دخلتهم متلفتين كلهم. اول ما جيت اقام الصلاه وصلوا. شوف اسمع ايضا افداك هذه من سمع الاذان يقوم يتوضا ولا حق عليه ولا ترى بيلحق ركعه ولا ركعتين. ما نسمع. نعم. لو نسمع كان صحيح. ما في. نسمع. اول حاجه ما هو بعندنا. ما هو بعندنا الصوت. احنا جينا على كرامك. جيت قلت اي نعم انا قومتكم. ايوه قومنا بس. هذه الحاجه. والفجر قومتكم. هذه الحاجه الاول، الحاجه الثانيه ما بين الاذان والاقامه 20 دقيقة. ايوه. ما بين الاذان والاقامه 20 دقيقة. الا المغرب. الا المغرب 10 دقائق. يفوت. 10 دقائق. خمس دقائق عندنا. 10 دقائق. هل المرات الحين ايش؟ خمس دقائق ناخذ 10 دقائق، لو اخذنا 10 دقائق خلاص. اذا انا ما حضرت حقك علي. صح. بشروا على خشمي وانا اللي تاخرت وانا اللي يستاهل الخصم لانها صلاه. نعم. هذه الصلاه تدخلني. لا والله انت تصلي يا عايض، والله مو بسمع لك ولا قصور في الشباب، والله انك تصلي من قبل البرنامج وفي البرنامج. جعلني فداك. اي والله. ولما قومتك للصلاه قمت على طول، اول ما قومت الصلاه العظيم انه ما ينكف الفراش ولا يرجع يرقد ولا بعض الناس يقوم ويرجع يرقد. لا والله عادي. الصلاه أيوة. يا اخوك الصلاه عمود الدين كل. اذا صليت ربي يقول تعاونوا بالتقوى لا ولا بالبر والتقوى ولا تعاون ولا تعاون على الاثم والعدوان. جزاك الله خير. انا الحمد لله متعاونين على البر والتقوى. أيوة. اذا قناه متعاونين الحمد لله. نعم ان شاء الله. لكن انا اشوف حتى صلاه العصر حطها في الكوب صلاه الظهر يا اخي الشباب ما سريعين سريعين اي والله اتق الله يا لازم انك تراقب. يقول لي بس صلاه ما تفوتها يا عيل. يا اخي اللي بس صلاه ما تفوتها ترى يذنون ما يقيم على طول. لا والله ينتظر على الاقل ما نسمع الاذان ولا حد يجي. انت جيت على خشمي اطلع انت مقوم لا قمت اليوم نلبس انا اطلع. شوف صرت على خشمي مخلص الصلاه. اي شوف صرت على خشمي انا على المجارنا الدراسه اقول الحين انت أذنت الله يجزاك خير. طيب انتظر اخوانك 20 دقيقة ما جاءوا اخوانك فأقم وصل. أول حاجة تراهم أنت بتكسب أجر كم؟ 27 هذا بيكسب 27 أنا أبغى 27 أنت كسبتوها الله يعطينا إياها. إي والله تهيئ تكبيرة الإحرام نقاط في الدنيا ونقاط في الآخر. نعم ما نفوت تكبيرة الإحرام نقاط في الدنيا وفي الآخر. إي والله إيش أجيك في الركعة الثانية صح إني بلحق صلاة الجماعة لكن هل أنا بحصل على 27؟ لا درج هذه صدقت عند الله سبحانه نبغى حما عند الله. اي والله فنقاط الدنيا ف
فاني والله يعني. انك صادق انها فاني الدنيا وما عليها. وانا اشوف الشباب يعني ما يلحقون الا لقدنا في الركعه الثانيه. طيب دامك تعرف ان اخوياك بيلحقون في الركعه الثانيه اخر شوي اخر شوي حتى لو خمس دقائق زياده والله ما هي بسرعه هو عجله بس الفجر لا تلومهم الفجر والله العظيم قد كل واحد يبغى يرقد ما ما, ما هناك خلاف. امس سمعت ايش قال ناصر قال اللي للساعه انت عدنا الياس بعد الساعه 2 توتر تروح ارقد خلاص إيه بس خلص. اللي مو قايم للصلاه يواصل لين يصلي ما يصدق يقيم الصلاه هلا يستعجل المسلمين لا يستعجل اخوان لا والله يمكن خذنا 10 دقائق تدري تدري يا صلاه الفجر انها معك الى 25 دقيقه واذا صح. تدري ان في ناس بيجون انك تاخرها عشان صدقت اي والله اي والله انا اشهد نشهد عندنا في المسجد في المسجد حق الحاره في مسجد الحاره اسلم كانوا يجون الشباب ايش يبون يصلون يمشون بسرعه فيهم شبال شبال الله يطول اقعد انتظر اي انتظر 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 الوقت خذينا 20 دقيقه شيل جو واحد من الشبان ها واحد من الشبان الله يجزاه خير شو اقول الله اكبر ما هي طول في السنه يد ندي وخذ له خمس دقائق 25 شوي لما المسجد كله قمنا صلينا كل بوم كسبوا ايش؟ تكبيرة الإحرام انا شغال شوف بطاريته يا الياس بطارية 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 روح روح هناك دام نكلمك روح لان هو لو انت تكلم بعد يعطيك جرس هو يمكن ما يدري جهاني فانا اعلمك يعني هنا انا ودي انهم ايش يدخلونا في المسجد المسجد والله العظيم قول ليه؟ ليه؟ لعده اسباب ترى اول شيء اجر اول شيء اجر ثاني حاجه موجوده حقت ايش؟ متى تقيم؟ تعطيك تنبيه 20 دقيقه موجوده في المسجد نعم موجوده معلقه يا سلام يعني لو اقمت وجيت وشفتها باقي عليها خمس دقائق اشتكيت كمام الله سبحانه اشتكيت التكليق خلاص والله اقول تراني ما صار ولكن ان جيت قديم قديم خلصه فما عليك يا اخي اذا جيت قديم خلص انا انت لك الفضاء انا نعم. ما اقدر اقول لك كلمة نعم صدقت مسجد ما عاد بقى انت صاحب الفضاء اي والله متى بتدخل المسجد ما ادري لكن قبل امس يقولون يجهزون قبل يجهزون كيفات يمكن كيفات باقي ما ادري بس قد الفرش موجود وكل شيء موجود انا اعلمك انا لو اجي واشوف ان ذي باقي فيها وقت اشتكيتك لله سبحانه واشتكيتك لقناه هذا صدق لا تقول سامحني لا ماني مسامح والله انا ابغى الاجر مثل ما تاخذ الاجر والله صدقت والله صدقت الاجر موزع لنا كلنا انا يا ماجي حتى قبل شوي انت جيت قومتنا اول ما قمنا يوم الذنو جيتكم يوم الذنو جيتك توضيت ولبست ثوبي يعني ما خذيت ثلاث دقائق اطلع لقيتهم في الركعه الثانيه اي والله خليني بقصق الصلاه قبل شوي الصلاه الشباب اللي قالوا لي قلت لي الشباب بنشوف ايوه ايش قالوا لك اسامي الشباب قالوا لي قال يا اخي شوف اللي بالشباب صاحي خليه يجي يصلي لا احنا بنصلي مستعجلين بنصلي بنروح حتى انه حاضر ابو علي بعد الصلاه وقال اللي مستعجل منكم يروح في حد مستعجل منهم راحوا اي نعم الشباب عاد ما تقدر تقول لهم شو اذن من الاذان اصلا دخول وقت خلاص انت صلي من وقت الاذان ورايح في ناس نايمين في ناس ما بين بعضهم تجيه تقول له ولد الصلاه ويقول لك زين وتغطى بالوطنيه خلاص وش تسوي خلاص من تقومه راح من ذمك راح من ذمك اذا ما صلى ما انت ماخذ ذنبه هذا جاء كنت اقوم عين اللي يصيحون ذلا وارجع وارقد فرجع وارقد الين جاني ذا قال الصلاه فافز اي والله اي والله هذا من هو صدق عشان اعرف من هو والله ما اعلم خلني ادخل هذا محمد شايب المقرود اظني يا عبد العزيز كنا بروح ودي هناك الغداء لو انه ما بجي الساعة 4 وين الياس؟ الياس وين؟ ربع المنطقة داخل طاردة ها؟ هنا ما بيها سلامتك يا اخوك الله يعافيك سلامتك والله بتعود من القهوة انت اصلا من يوم تقوم الشخص من النوم واستجاب لك بعد الله خلاص قمت الحج عليه بسرعة هذه انتهت يلا هلا عظم يحسبونك لا لازم تقوم هنا يقوم عاد بس بس اجلس 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 ما لا عاد تصب لا تصب تصب ربطها صح عطني 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 لا صب لا كنا مكسورتها من تحت قل لي الله من غرب العربط اصبر هي ما هي لها ضغطون فوق اي بس ما ادري ايش قصتها انت لا تنكسها وانت مفتوحون خشمه اي ما هم عند الله خير سوا صح لا 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 ربطك يا
انت ما ربطتها زين. عجلا في راسها. لها مسار. وبعضهم تراها ما هي بحلوه من من, من اساسها. احنا نسوي كلام لفقرات. ها؟ ولا نضيف. ايش؟ اي ما جاء الا الربع اليمس. ما جاءت الا فقرتها اللي هي راعد البتال وكلمناهم قلنا في عليها نقاط قمنا. عطونا الميكات ورحنا. قالوا كذا انت ما معكم مايكات؟ قلنا نعم. قال هربت. خلنا تب. وش باقي؟ امسكه. يا ولدي من كل مكان تصب. انا قلت مياسه مياه بحلوه. ها؟ ما دامنا عارفين وزنيتها خلاص. يو شريط. أو كذا بيكسر يدي أنا يا ربي هالمرة كذيك ما لها دعم ما لها النومة اليمس تفوز بأسوأ نومة في التاريخ نومكم خفيف أنا رقمت الساعة 9 وصحيت بعد صلاة الفجر والله يسولفون ولا تسلني والله يا اسطى يا أخي كل سوالفهم كل سوالفهم في راسي يا اخي ما ادري ايش اسوي سدادات يا رجال والله لو تحط بلوكه باذنك ما عندها بسفنجه يدخل في راسك والله بعد عند باب بعد صايد 140 ساعه بس ما قصرت والله ودك والله تحط غرفه ما فيها كاميرات حقت السوالف خارجيه ما فيها كاميرات بس تبغى تصيد غرفه غرفه النوم إيه النوم للنوم والغرفه ذيك للي بيجلس والله زعلان والله عز الله اني ما ادري كم رقدت عز الله اني ما ادري كم اني صحيت يوم انا قمت على صياح ذا وعاين في صياح ذا واسمع ذا ما ولا لا اركز ايش على الاقل الصلاه قمت صليت في جانا واحد من الاعداد دخل اني قايم افتش ادور جوالي والله العظيم قمت من النوم رفعت المخده وعين جنب السرير الصدق اني ادور للنوم انا اشوف لو في نوم طايح اخذه واحط هنا عشان ارجع ارقد يا ولد ما رقدنا يا رجال اللي رقد سامي يعني بشوف ريالتي عادي ترى اللي رقت صح ماش نو تعال والله ما رقت صح وش رقت صح اسمعك تشخر ها اسمعك تبدل ثاني ثالث والله اقسم بالله تعال مروقه مروقه وين اصلا ما نمت الا الحين متى بيجون يجيبونك حق سيد الزاد عيش فين وفين سيد ما ادري رقد لا ولا شوف يوضي الا صلى ورجع رقد منو سيد قومهم طبات حقت هذا اللي في السماء السلام عليكم ارحب هزاز يا مرحبا ها ابو داخل اداره طيبين رجاء الله يسلمك اخباركم كيف اموركم امس لعبوا على سي عساكم بخير ان شاء الله يقولون في السماء مطبات في السماء اي قالوا هناك في السماء مسوي مطبات لا هم قالوا سيد مسوي مطبات نفس اللي عندنا قهوة وين رجال؟ السلام في بلدي سجل 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 اجلس ويجيك حتى رجع لا 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 ارتاح اسمع ترى تصب من عندنا هاك الثاني هاك الثاني اجلس كلها واحد بيسبحنا الحين صلى على النبي ها كويس ما نبغى ما نبغى بس بس سكر سابقينك سابقينك يا حلال بس بس خلصين الحمد لله في شاي؟ اكيد في لا والله لا نجيب شاي صح نجيب شاي هذه شاي نجيب هذاك الشاي هذاك الشاي عند الشاي لازم تكون مختلف عن الجمهور اوكي صراحه اجتهد ما شاء الله سلام اجت احمد ما اقول لك لا خلا في واحد ثاني زيك يا حمد الله كان الدنيا بخير ان شاء الله لكن ما في الا واحد نادر كلاسيكي شاهي عام بس 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 دخلت معها في بثه كان واضح بث قبل البرنامج نسولف قلت ان شاء الله انك تدخل البرنامج قال انت بتدخل معي قلت لا ان شاء الله انا ما اتوقع اني بدخل يقول لي يلا انا يا رب يقوله والله العظيم اني البارح يقوله اني جالس لحالي وادعي اقول ان شاء الله ان احمد يعين البرنامج الحمد لله استاهل ربك ما ينسى احد حبيبي رزقك تاخذه هنا ولا لا بس هناك لأنهم بيجون الحين الأعداد بيقول لي إيش كون فهمت أجلس الحين أنا أبغى أتحرك الكاميرا إنها راحت كذا أنت جيت كذا راحت كذا
هنا هنا هزاز يستريح سريع سريع هو ما مش جالس والله يكفي يكفي تعال يا مسؤول انت فاظن لكم شيء قالوا ميدا في مطبات في الهواء مثل المطبات على الشارع قال يعني في اسمه الارقه كذا خلا مطب يا ردميه وهي قال نعم خلا مطب قال والله يا قلاش اول مره هذين في انهم يسوون مطبين في السماء كيف سووا طيب وصدق وقتل معهم اخي على نيال ايش حيه راح معهم راح جاني في الغرفه قال يا ولد يقولون في السماء يسوون مطبات قلت كيف مطبات قال مطبات نفس اللي مطبات اللي على الشارع ايش اللي قاله قال شو يقولون قلت الله يجزاك خير ما في مطبات ولا في شيء قاول ماسك مشروب في السماء قلت ما في مطبات راح احنا يكلمون علي يا ولد أنا خليت البارحة إذا اليوم ماني مخليه ذا اليوم أو تعال تعال حولي أنا مش خليته رح رجعت تم نص ها إيشي هرب ذي لا ما ذي إيش هذا يا خل جعل البارحة وش هي هي ما يروح نبي نقول به اي بس لا ما تدري من هو ليه هاي بفلوس ما يقول لك الحظ بحاله ولا ما حب شنو بس ما اختلف بس رجع ناويين بال لا مو احنا بنكلمه قبل قبل اداء اي قبل اداء المهمه عشان بالاظم ايوه وبنزود المهمه عشان ناخذ النمره إيه بناكل حلال يعني شو فيك اي اكيد طبعا يعني ماكل حرام يا اخي انا ما اكل شيء ما اهم شيء نمرقه يعني كله يعني ما نمت وواحد نشبه شيل صديق شيل شيل صديق اي واحد اثنين شيل بس شيل شيل القرقريزي هذه شيل معلق على البوكس خوينا والله العظيم تعال مليين مره ما في واحد اثنين القهوه خلاص احمد قهوه يا احمد بس الله يعافيك معيش يا احمد قهوه يا احمد والله معيش منه هذه شرب اثنين شرب يمين يشرب يسار انا خلص الشيخ انا خلص بس وامشي يا مال الهنا العافيه تشكرات يا فندم كنت كلمت يا اخي الله يعني ودي اكلف عليك يا رجال ما في اي كلام يا رجال الموضوع قريب قوم تاخذ دلب ليش ليش يعني شوف الساعات هذه شوف عنده همه لا مو عن ناحيه همه شفت اللي جلس كثير يبغى يتحرك كثير يعني مد يدك شويه خذها لا قوم ما اقتنعت بالسالفه ابغى اقوم لهناك هناك واصب من هناك ارجع محلي عادي يوكين بياخذ معي اهم شيء انه ايش؟ شوف في واحد يدور للراحه صح وفي واحد يدور للعمل يا اخي انا من العمل لا انا يدور انا اوفر يعني الجهد الى حاجه أقوى لا لا هو مستعد فعل انا مستعد الوضع اقتصادي زين اهم شيء ما كان موجود ولا مستعد زمني انا وانت في اللعبه يا من لعبنا ظبطه يا من لعبنا اي دي اللي يمشي انا اللي ما حسب الحساب مستحيل اظن حيمشي على يدي ان شاء الله ابو زين انك امس ما جيت معنا في لعبه لعبناها انا اليوم نعوضها اليوم نعوضها حلو اليوم مشي على يدي اليوم مشي على يدي ما يحتاج حد من ورا يمشي رجل ما شاء الله اهم شيء ذكر الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج صدقني اليوم خليك تاكل العشب قصدي تمشي على العشب يا عم انت في جنبي لا انا يمين انت صار انا حكم بس اكل شغلتي انا حكم بس اليوم زاد في التحكيم ما يعرف يحكم زين بعدين دقيقه انت ما في حريه ما في قصدي ما في احترام القانون يعني حكم لازم حكمه يسري لا احترام اذا كنت حكم خليك حكم بعدل اي حكم بذمة خلني احكم بعدين تظلم ارفع تظلم انت حكمت خطا انت حكمت خطا وحنا واصلين وهم متكلبين والله ما معك الا ما حصل في نص المسار متكلبين هم لا يعني هم كانوا لا متصدرين لكن لا الله بزع الناس لا لا ترى ها زعلنا من عنده خلنا والله هذا يوم جاء على الخط انها طفطح خوينا لعله فلت المساعد اي راح كم خوينا يا ميدا يا اخي هدي هدي مليان قاسم مليان شوف شوف هدي والله اقتنع من كلامك والله العظيم فكره صح هدي تسهل داخل لا هذه فاضيه لا هذه مليان بس لا بس الله يسك شو رايك بالفكره مديت هذه خربانه مريحه صح اي عدل عشان ما يتحرك احنا خايفين عليه تفضل
لا خلنا عادي انا جاي في عداد حرق سعرات عندك يطلع لعله بيخلص السعرات عندك تنتهي المغسل هو يعبى اليوم بس في عداد ابو سعيد دورت انا وياه في عداد من جواني رحت له دورت كم شيء ما بس ما في احد سعيد مسكره المهم جينا بنطلع معها اكياس ومعها اغراض ومعه كل ما نصلي والمسجد وصلي انا وياه المهم نصلي انا وياه بيته قريب من المسجد هذا لو طلعت يا ابو سعيد قال لا بمشي يا ولد اغراضك قال بمشي قلت بكيفك يوم رحت لقيته اخذت شوي دخلت السناب اللي هي يصور بيته يبعد على كيلو وشوي الله ويمشي شال انا الاكياس وحاط قوارير الماء وقال بهت قلت الله لا يعني يا ولد السياره ماشيه ماشيه وانا وياك في نفس الحي لا يا احمد يدور تعرفين ناس انا من نزع احب الصوره كثير بس ما والله اوه معليش واضح تحب تحرك اسمع اسمع لا قد قتلت اللحظه يعني تشكرات والله انا باخذ قهوه هنا انا باخذ فنجان واقوم ولو ولو الزاد اسمع اسمع خليني اسولف عرفت كيف؟ في ناس تحب تمشي كثير انا من النوع هذا امشي من هنا الان ديرب عايز ما فرقت معي والله ما فرقت ديرب انا مش اهم شيء انا مش قصدي يعني باب المبالغه يعني مثل مثل صدق مثل عند الباب قصدك مثل يا حبيبي مثل ايوه ده شخص نوع ان انتم ناس ما شاء الله شخصونيين انا شخصي شخصونيين انا ما زال عرفت كيف يحدث العقل ما يعقل السلام عليكم طب انا اقول لك مثال مثال صار التطبيق وجه هذا مثال عجبك ولا صح؟ الله يسلمك عافيك. يعني عادي انت تقدر توفر مثالك يعني اذا ما عجبنا عادي بس تقدر توفره صح؟ خلاص يعني شيء طبيعي. حبيبي والله. يعني لازم نقبله صح؟ ما هو مقبول مقبول من الان صح. اسلم. عرفت كيف؟ في ناس كذا وفي ناس كذا. في ناس ما تقدر تمشي من هنا لهناك. عندك مثلا ابو جهز ما شاء الله رشيق يقدر يلف ثلاث مرات. من جد. لا يغرك والله قريب. العظيم لو تبا ما عندي ترى الخفه خفه النفس ترى يعني رجال هو كان يشيل الخمسة حشو لحاله شيخ هذا احتاج على المجلس معزز صدقني انت نهايه الشهر عندك فل شهرات من عندي لا ترى هزازي الصدق والله هزازي ما شاء الله عليه وش هو ما شاء الله عليه وسيم هو وسيم لكن يا حبيبي شو استحى بعدين السكسوكه ماخذه حته صراحه وصدق حتى صغيره اخذت كل الحته يعني وجه ما شاء الله يعني وجه كل حته ايه ما شاء الله حتى يعني قصه ما شاء الله كانها ترتاح كانها ترتاح والله انت مره سامي استاذ والله صدق انت مره ما حد حوالك ترى انت بتروح لف لف يا ابو انا شايف الحين يلا اصب اصب لنا صب صب حليب اخيرا ما قام زين حساده بطنه حسد حساده الياس ارحب سلام مرحبا بك يا صيحي يا اخي انا تصدق كل ما اشوفك تني ما شفتك لي سنه ما ادري ليه كيف تعبان الولد تعبان يعني ايش اني كنا مبتمنك اي مدح يعني إيه. يعني ما يشبه مشوفك يعني الله يسعدك الله يسامحك الله يسعدك تراني زاد انا مثل الرقاب ذي انحرق يقول هذا اعرف اشتقت لك يوم اجي يقوم يتسلق الجدار الحين من السحر والله العظيم هذا حتى اسلم يا ابو عساب شوف الياس لا تعطيه طلاسم فلا يفهم ايه مرحبا. بعدين الياس امس مسجل دخول جميل ترى انا امزح حبيبي هذا عاد يا رجال لا هذا صدر وسيع عاد خذ راحته حبيبي ما حسين يتكلم لا خلوا سؤال هو شايف هذا الصح ضميري خلوا سؤال المحامي حقي حبيبي الله يطول عمرك شرف لا امزح خذ عطي يا رجال صراحه انا اذا ما شفت عيال تكفون شوفوا له شغل عطوا جدول هذا جدول علي يعني لا هي مسكه اليوم طلقات اسلم اليوم مسكه رفع ذا ومع ثبت ذا اسمع لا اعداد وذا يكبس كنترول علك معي مدري ما هذيك اغنيه اي شيء في المعجم ينطلق انه بيجيب لك طبل ها ويعرف ذا القايله لا لا وين؟ وين؟ مو عطها كذا مربع فوق تحت لا لا مو بعد العصر شبه حبيش والله احنا من اول ما شفت طلع لي شبه حبيش شبه حبيش من اول يوم دخل لنا في التصفيات والله والله يبي يركز من؟ انت
ليش ما يبغى والله من حالك الشعب عاد ورا الساحه اللي تحت حبه البركه لا مو بالحين اوكي نبي تنكس بس مو بالدرجه هذه والله انت علي لا برد الليل مره ازهق سؤالي وعلوم والله الله والله ما في جو اه شيء ما في جو اي والله ما لحظه ادراك يحطون القران بس شمس كذا الربع بدون جوال والله اقسم بالله العلي العظيم اني صاحي ادور جوالي قسم بالله والله عادي والله انا على ناحيه عادي مره لان من قبل ما استخدم جوال وقلت تستخدم زاجر ولا شيء امام الزاجر خويه شكله كيف ما ادري ممنوع بس انا اهتم في قال لك سناب من النوع ما قال ممنوع تاخذ الكل اخر كل ايش اي بس وش تسوي كيف تتواصل مع اصدقائك بالتخاطر لا يرسل برقيه برقيه ساعه ها يدور عليهم بس إيه ما شاء الله إيه هو بنفسه اسمه إيه 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 والله بعض البرامج محرفه والله العظيم ما شاء الله ما له حد شهره ما عندي طيب افضل ان الله ييسر ان شاء الله ونجمت باذن الله طيب السوشيال ميديا تصورني عندي ناس عندي ناس تصورني الناس اللي بتتابعك وين اللي بتدور ماخذ سناب وطايت قناه سناب جوالك يا حبيبي هذا هو جوالك دق ارجوك احمد ابو شغله انا علمتك تجي موعد بث بالسناب حقك ها والله العظيم انا ما اجي كذا برنامج الواقع عاد ربي الله يسامح والله منشي حيرتني سريع قلت لك لا خليني وخليته يا اخي والله اني صدق تذكرتها وش انا ذي بس ماني الحاضر حيرتني حيرتني من ذي حيرتني اهم شيء امشي يعجبني اللي ما يبلش يعني اي شيء نفس الوزنيه حيرتني اهم شيء اللحن نفسه اي شيء جيب اما شيء انك تكمل حط البيات على لي الله يسامح ضيعتني ما ودي اتكلم جيلك لا اتكلم موضوع جد هو يجيب شاطر ولا نص شاطر يعني ما كمل الباقي دبر نفسك والله يا هذا منفصل يا ري انا اقول منين تعال بعطيك تفضل لا يا ربع ولا اطمر عليك طمرت يا خلصت ابو الرجال دعسته مو طمر كني صرصور لا حزو حزو الرجال عنده سالفه ما ادري وش هي بس لغط فيها حق طيب هي نفسها انت ولا انا انت يلا هذه اللي انا قطعتها لا اكسكيوز مي سالفتك واوفرها نسمع الرجال بس بيخلص نطلع يعني فهمت علي طمر كثير الوقت يقول لك هذا في ملك ملك لله ملك ديرة والرجال الملك ذا تيجي حواشير آخر الليل تبرك على صدره يعني هواجيس هواجيس يعني ترجمة للجمهور الزبدة اليوم مثلا الأول الثاني الثالث الرابع المهم يلقى وزيرة قال يا ولد أنت وزير على الفاضي شوف لي حل قال وش أسوي يا طويل العمر كيف أدور لي حل قال أبيك تجيب لي خاتم تكتب عليه عبارة إذا شفتها وأنا مبسوط يقل تقل السعادة وإذا شفتها وأنا زعلان أنبسط قال أبشر قال معك 48 ساعة تحضر عندي قال أبد ما عندك راح دور له محل فضة خواتم وزبط ومزبيط وكتب العبارة شاف هالملك نظر قال عز الله منك صدقت حلو الآن أنا بيشد من سامي لين أنت ممنوع من الإجابة ويتوقع ايش العبارة اللي اذا شافه هو زعلان ينبسط واذا شافه هو مبسوط يخف الانبساط عنده شوي والله ما اعرف صل على النبي انا ماني معك بسالفتك اسلم يا عادل توقع ايش والله ومنك والله من حجب الرؤية اللي عندك
ابو الياس ارهب كلمه ولا عباره؟ عباره جمله بسيطه ثلاث كلمات كذا ممكن كاتب دقيقه اذا نفست اضحك اذا ضحكت نفس لا احد ما في مكان اللي يكفي بالخاتم ابو جهز ممكن الخاتم كبير من هذه لا اله الا الله لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك الله العظيم يعني اذا قال العباره مكتوب عليها ان الوقت هذا سيمضي انه اذا شافها هو زعلان نظر انه بيمشي ما بيستانس اذا كان مبسوط وشافها بيزعل فهذه الربع فيها حكمه جباره اللي هي ويش انك لا جاك زعل ولا جتك اعرف انه ماشي اعرف انه ماشي اعرف انه ماشي واذا جتك سعاده لا تامن في الحياه وتقول خلاص نفس لا ماشي. ايوه ان الوقت هذا سيمضي بسلامتك تفضل عندي لغز يقول لكم يا شباب في اثنين هو قاعد اسلم اسلم ايوه هزازي هذا لغز ليش شكلها قصه بس اسلم ترى اللغز طويل ما ورانا شيء تبي تسمع ولا كيفك امك مؤسس الشخص انا يقول لكم عاد تقابلوا بعد كم بعد زمن انا صاروا كم اعمارهم 70 60 يا حمد فلان قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله الحال عال قال له كيف حال الجماعه؟ قال له ابشرك الجماعه تفرقوا قال كيف حال الاثنين؟ قال ابشرك الثلاث جاء الجماعه وش؟ والحال حال وش؟ والجماعة والاثنان السلام الحال توقعي الحال حاله هو حال يعني حال الرجل اللي يوم يقول يوم يقول حالي عال حال عال ايه في هذا حاله هو النزي لا خلصت حال الجماعة الجماعة حال الجماعة يقول تفرقي ايش الجماعة الجماعة اللي هم حوله وحولي طيب بجاوب انا بجاوب ما لكم ذا الوضوح الجماعه معروف إيه انا بجاوب الجماعه يقصد اهله دقيقه ولا اثنين واثنين اثنين متزوجين وقالهم ولد لا بل بعد يعني عام 60 سنه 70 سنه كبر يعني السن مره كبر ايش ترى لكم حال الجماعه الجماعه الله تفرج الله شيبونه ترك حال العال لا الحال حال راح عال كان اول ما شاء الله تبارك الله الحاله عال يعني عالي عال ما شاء الله تبارك الجماعه يعني هم عواله راحوا منه وبناته هذول ولا كيف لا لا انا توقع هي هي انا انت تسال بعدك جواب بس الجماعه الجماعه طيب يمكن يقصد صحته ان اعضائه اي ايوه صح اي شغله كلها في نفسه في نفسه هو ها صح طيب ولا في نفسه هو في نفسه هو صح لو ينشد قال كيف حالك انت قرب قرب اسنانه الجماعه الاسنان الله استاهل استاهل صفقة يا شباب صفقون ما في نهايه استاهل استاهل الجماعه يا الغالي انت الاشاره توصلك متاخر إيه؟ والثالثه إيه؟ انت تقول شلون الاثنين إيه؟ يقصد الرجلين والثالثه العصر والله صدق طيب يلا باقي واحد الحال عال خلاص بتجيبها بيض الله وجهي كمل 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 الحال عال الحال عال وش اول كان الحال زين ما شاء الله تبارك الله عال يعني انها قد الدنيا كان نشيط ولا الحين قد هو؟ لا انا 70 سنه صار خلاص ما عاد له شك في الحياه لا ها ماشي حاول 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 بدا جاب اثنين بيجيب الثالث شيل بس ساعه دقيقه بس خلينا ندور الحال الحال عال شوف الحال يقول لك كان الحال هناك اول هو شباب كان وين هنا؟ يوم صار 70 سنه كان هنا حده بس مع النشاط لا الشغف لا عاد انت بالمايك الحال عال انا دائما اسمع الحال الحال عال راح بعيد اول حال يعني اموري زينه صحته تعبانه ما قال العول عليك يعني وصل حياه الموت ولا كذا لا لا حاول حاول يمكن تعرف الحال وصل 70 سنه يعني اكسباير يعني الوضع 70 سنه خلاص راح اول ما شاء الله كان 25 30 سنه كان ما شاء الله طيب لا تطشرنا خلاص حال حال بس انتبه اسلم ما تعلمنا ايش هو العال احس بيجيبها انا احس بيجيبها بس الحال عال يعني انه رايح العال عرفت عرفت
الحال عال يعني عيل تنعليه ما عاد عمره ما عاد يبغاه. لا ها الحال عال. الحال عال صار عله هو على اهله. اي بمعنى الحال عال انه راح الحال اي هو راح من جد راح كان عمر كان موجود بعدين راح كان عطنا هاي شو وشو العال يا ابو العال فسر العال وش يا اخي اللي يعرف انه يعول عليك او يعني يخطي عليك هذا اللي يعرف انا لا هلا اي معناها كذا العال يعني الحال عال يعني انت فلان كنت انت وكنت فلان اخويا بعدين عال عليك ايوه خلاص خلاص طيب خلاص انت قلب عليك اي انت طيب ايوه صار عمرك 70 سنه الشيء هذا قلب عليك ايوه طيب هذا نفسه العول يعني انت فلان عدت على فلان يعني اخطيت عليه نفسه إيه. نفسه عال. إيه. نفسه نفسه لا مو انتم على قولتكم تقولوا كانوا اثنين سوا ما شاء الله إيه. بعدين تزاعلوا صح طيب خلاص انت يوم وصل 70 سنه عمره تمام كان اول ما شاء الله تبارك الله نشيط العال وجتهم مشكله بعدين راح خلاص فقد يوم وصل 70 سنه اشتاق الشباب يعني نسكم اشتاق الشباب يعني زي ايش بيني بين رسمية بس ايه عرفت بس خلاص يلا غير صالح ايه انه ما عنده نشاط لا ما يقدر انه يتزوج من جديد ما له دخل يعني عادي يعني ما ادري والله احاول شيب الحال عاد اكو عاطفه هيا هو شوف النظر شو المشكلة؟ يوم كان عمره 30 سنة ما شاء الله كان يشوف يا رجل بعضهم في 15 سنة تقول جدي ما يشوف ما أنا جبنا أنا هذا لون مثال جبنا نظارة مثل الجهني ترى ما يشوف جواب تعلمت أنا وش وش النظر النظر الحال حال أنا أشهد أنه أنا عندك مثل هذا خوينا يعني أصل سنة شوي عشان نشوف الربع طيب انا عندي سؤال بمشي عليكم واحد واحد بس النظر ماش العال انا اعمل كل شيء بس اجت عندك طيب النظر ماش يعني انها هذه عيل تنعلي النظر انه ما عاد يشوف احنا جبناها يعني شبه السؤال يقول معك ست جيرات الحين ايش قلت العيله وش العيله طب انا قلت لك بنفسك يعني ما قلت لك العيله ما لها صلاح العيله او يتغير عليك ايوه انا ما قلت لك الحين النظر قلت لك بنفسك انت اسلم يا ابو جهل ست بيضات قول معك ست بيضات كسرت ثنتين وطبخت ثنتين واكلت ثنتين كم باقي صفر لا باقي ثنتين كلها هو دقيقه لسه عد لسه طبخت ثنتين معك ست بيضات ايه. كسرت ثنتين ثنتين وطبخت ثنتين واكلت ثنتين باقي ثنتين ايش الاجابه اربع وانت خلاص صفر باقي ثنتين ست ست ايه ست أربعة 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 وانت ولا شيء أربعة أربعة يا أحمد أربعة أنا اللي هاي جبته سفر يقول الجواب هو أربعة ليش معك ست أربعة أكلت أنت أنت هيك سرتين يا ولد أنا اليوم مشعل السماء جاوبت ثقافة وش أعود لا ما سال جاجة أربعة تنتين منها وسويت فيهن كسرتين وطبختهن وأكلتهن انت قول معي يا الرابع هو يقول ست كسرت اسمع محمد ست هي اربعه كسرت اثنتين هي اربعه ولا ست كسرت طبخت اثنتين وكسرت اثنتين هي نفس اثنتين باقي اربعه حرف و يعني شيء غير اللي راح يعني انت يعني انت اذا كسرت بيضتين انت تاكلهن كذا ولا تطبخ انت تطبخهم صح انت فصلت في المثال كسرت اثنتين و تخربك كذا عاد نجلس انت لا تسخن لا تشخصن لا 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 ترى وقتي لا اجيكم والله يا رجال بعدين انت تدري ليش انت انقهرت تدري ليش ابو عبد الله ان الرجال جاب اسئله في مخ وعرى غبائك تمام المنى يعني شخصنت معه لا ما شخصنت جردك انا لو صعدت جردك يعني زي محل تجرد محل ايوه تفضل ما اللي يبغاني الحين أسئلة نفس ما قلت ذكية كذا نشوف من اللي بس واحد مخ واحد أبغى واحد 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 من اللي يبغى أول واحد تفضل خوينا لمن هذك واحد هذك واحد أنت واحد بس يلا اختار رقم في بالك 17 هذا واضح إنك ذكي واضح إنك ذكي في بالك يرحم والديك في بالك إيه في بالك واحد إلى عشرة اختار رقم في بالك اختار نفس الرقم اخترت رقم طيب زود عليه اثنين تزود عليه اثنين طيب نقص الرقم اللي زودته الاخير اللي اخترته انت ايه دقيقه خلني احسب
لا هذا من الذكاء. لا هذا يبي له حسبه. نعم. طلب تابع يديك ندري انك بسرعه. من واحد لاخر دقيقه. والله انا الرياضيات 0/10. ليل الشتا يجمع الأخيار جلسة وناسة وشبت نار بالمرجلة ما حد يحتار والسوق يضرب يجمعنا منافسة بيننا وعلوم على الوفا كل ليل ويوم نجوم فوق السحاب نجوم والسوق الربع يجمعنا مسابقات وكلام زين وبيت شعر مع الغالي وافين يا اصحابنا وافين والسوق الربع يجمعنا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا السوق الربع يجمعنا والسوق الربع يجمعنا الشتاء يجمع الأخيار جلسة وناسة وشبت نار بالمنجلة ما حد يحتار والسوق الربع يجمعنا لابد نحرص على التطوير لأن الشباب بصراحة غير الجو يحتاج له تغيير السوق الربع يجمعنا الواقع اليوم عالي العال قناتنا تجمع إن شاء الله والحضيض اللي مثل وافي يدعون له الناس بالرحمة والمغفرة وإن شاء الله نمنع الخير ولو إن يعني إن بينا نتكلم عن وافي ما حنا موفين حقه وكل رجال واحد منا له موقف معه صح ولا لا والله لكن هذه طال عمرك بيتين بس ترجمة مشاعر والله يقول إلهي حكمتك في دربنا إلهي حكمتك في دربنا لا إلهي والله الله سجيت منها دقيقة والله إني ناسي اللهم منها دقيقة بتذكر يا ربع خليش خليش أطرى موغل راقي حتى أنا قصيدة والله ما أعرف ايه ايه سلام الهاردوير حقه بيعلم يقول لا مو عن عبد الله ما اعرف صراحه عنده يجوكم فعلي اسلام يقول الهي على المكتوب في دربنا راضين راضين الهي على المكتوب في دربنا راضين راضين وحكمك على نفوس المطاليق الله الله حكمك حقه مو حقه يقول انت اسكت ساكت اسلم ايش فيك انت يقول الهي الهي اسلم يا اخي ابوك ضيعتها عيد يا رجال اكتبها والله يبي لك كتاب صدق انا ما ودي اضيع فيها لا لا كل ما قلت عليت 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 لين قلنا بس يودنا الحمد هذا الرجال يقول هذا ايش تبغى فيها ايش تبغى فيها بتقول عيد لا لا يقول الهي على حكمتك يا ربنا راضي 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 إلهي على المكتوب في دربنا راضين راضين وحكمتك حكمتك صدق وحكمتك في دروب المطاليق وحكمك على أنفوس المطاليق قريته لو الدموع ترد وافي بكيته لين سمعني وهو في القبر يا لين رديته سلامتكم الله يرحم رحمات المسلمين ما سعبنا الحظ لكن هي مشاعر بس والله العظيم انها تدافعت الخواطر الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويجعله في جنات الفردوس كل ما كل ما بغيت ادخل عن الموضوع
ذكرتني به. اي والله يا مسلم والله ما غاب عن بالي، ترى ذكره موجعني. اي والله، وهذا حق علينا ان نهديه ونذكر محاسنه. الله يغفر له ويتجاوز. والرجال مبتسم وطيب والله، اني ما قد شفت لي رجال يقول الا وافي ونعم الرجل، هو يستاهل. وافي على اسمه صراحه. اي بالله. لكن هذه حكمه الله وقضاه وقدره. الرجال متحدين. من هو ابو تركي؟ نعم ابو احمد. ابو احمد، ابو احمد يقول انه بيضحكنا. خلنا نشوف هو بيضحكنا. يلا ضحكنا، قوم ضحكنا نكته. يلا بعطنا اي حاجه يقدر يضحكك وهو جالس. احنا اعتبرنا نفسيات، اعتبرنا ضحكنا. احنا نفسيات، لا تعتبرنا نفسيات. يلا ضحك. يقول لكم في شخص عاد انت معي بخيل 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 بخيل. ايش بعد خالد؟ خلنا نشوف مستوى. ايوه ايوه بخيل. لا خلاص بخيل جدا، بخيل جدا جدا بخيل. راح يسجل ولده في المدرسه، راح طين طين طاح عند مين؟ عند طربان. راح طربان راح عند المدير حق المدرسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا رجال ابغى اسجل ولدي عندكم. قال له مدير المدرسه حياك الله، انتم مين؟ ورعب لا مسجل. تعال. قال له الترم بكم؟ ب 6000 والباص ب 200. قال لا ريح نفسك سجل في الباص. ما في المدرسه سجل في الباص. عجب انكم ولا ايه؟ لا والله ما عجبتهم المستوى نازل جدا. دور ثاني. الله لا في لا حول ولا قوه. يا اخي انا الشرح بس ولا النكته تحتاج الى اصلاحات يعني، فهمت علي؟ تعديلات. كويس جد على الشرح. الوضع يعني يا مرحبا. الله يمسيك بالنور. الله يسهل امرك. واحده ثانيه يلا يلا. اه ترى هذه الرجال ما في واحده بس عندك؟ دور منا عطنا نكته من جزاء. حاول تكون واحده. يلا دحين دوركم ضحكونا يا حبيبي. واحده واحده. بالله الله عليه هنا فنجان. لا هذا فنجان. انت مشخصنا مع فنجالي انت. يا خلاص الاول يا جماعه هذا الحين. حول لا غلطنا منك السماح. غلطنا منك السماح. قول الخير واجب. اي والله الخير واجب. مشخصنا مع فنجالي ذا. استغفر الله. قلت كفني شرك كفى جرح القلوب وراح اصبر يحرمك نفس المنام وراح اصبر يحرمك نفس المنام صرت اشوفك مثل ما انا اشتقت له الله اكبر. ها؟ أخي والله ترى ماني حافظ. يا جماعة دخل تحسبون إني ما شاء الله دفتر. أنا هي تطلع معي بس تطلع على طول أعطيكم. مع قليل من اجتهادات الشخصية. إيه. تعديلات. سمعنا سمعنا. ما شاء الله. صرف له المنشد. بعدني يا ولد شوف علي مين فيك. لا يا المنشد غلطان باللوكيشن. قلت غلطان باللوكيشن. معليش انت غلطان. يا ترى ما شاء الله راعي قصص. من اللي راعي قصص؟ قصص طيب ما دخل الاطراب. سمعنا سمعنا يلا قصه كذا. صدق ما بحلو. الرجال اللي وراك نبغى قصه ما تخلصها بعد العصر. لا فيلم هندي ذي ما عندي قصه. يقولون حاول تقصر في القصص. احنا نسولف هنا انا وحمزه وهم في المجلس اللي برا والبث عليهم. احنا اليوم ما نبث ونسولف. المهم قلت ابو مساعد اللي اسمع صد صوتي. المهم اللي والله الشيبان داخلين على الان مرحبا ومسحب ويتكون واطلع برا بطه الدله في عزبه الاماراتي.